السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم باستكمال ما بدأنا به في مناقشة الموضوعات التي تأتي في الامتحان بما يخص الموضوع الأدبي. هذا الموضوع الذي يعتبر السؤال العملاق في ورقة الامتحان، ونحن قد استعرضنا بعض الأفكار وناقشناها في فيديوهات سابقة بما يتعلق بأدب القضايا الوطنية والقومية والأدب المهجري، والآن سوف أيضا نكمل هذا المشوار في كتابة الموضوع الأدبي بما يخص الوحدة الثالثة في الأدب الوجداني. سوف نبدأ بمقدمة تصلح لجميع الموضوعات التي تأتي في الامتحان يمكن الاستعانة بها في الامتحان. يعنى الشعر الوجداني بالتعبير عن المشاعر الإنسانية في مجالاتها المختلفة من حزن وحب وكره، فتطغى العاطفة والانفعال النفسي للشاعر في تعبيره عن تجربته الذاتية أو عند تصوير مشاعر الآخرين، ويلونها بخواطره وأفكاره. فللأديب الوجداني كيان مستقل ونظرة متميزة للحياة والناس، وجدان يقظ يرصد المجتمع والطبيعة والنفس الإنسانية، ويظهر شدة المعاناة وصدق التجربة وقوة عاطفته. أولا سوف نناقش فكرة حبهم لوطنهم وتعلقهم به مع ازدياد العمر. أظهر الأدباء حبهم لوطنهم وتعلقهم به، ولعل من أبرزهم الشاعر عدنان مردنبيك الذي أظهر تعلقه بوطنه الذي تربى فوق ترابه الطاهر، مظهرا تعاظم عشقه لوطنه مع ازدياد العمر، مؤكدا على عدم نقصان تلك المشاعر الصادقة تجاه وطنه بل ازديادها. فقال عدنان مردنبيك: وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. أما الدعوة إلى تقديس الوطن، ولم يكتفي الأدباء بإظهار حبهم لأوطانهم بل دعوا إلى تقديس أرض الوطن، وكان في طليعتهم الشاعر عدنان مردنبيك الذي حرض الإنسان على تعظيم تراب الوطن وتقديسه لما قدم من تضحيات جسيمة، طالبا من أبنائه تأدية واجبهم تجاه الوطن على مر الزمان. فللوطن حق كبير على أبنائه، فقال عدنان مردنبيك: قف خاشعا دون الديار موفيا حق الديار على المدى بسجودي. أما فكرة تمجيد تضحيات الأبطال بدمائهم من أجل الوطن، كما مجد الأدباء تضحيات الأبطال بدمائهم من أجل الوطن، وكان من أبرزهم الشاعر عدنان مردنبيك الذي تغنى ببطولات الشعب السوري وتقديم دمائهم الطاهرة في كل بقعة من أرض سوريا، مبينا عظمة قصص الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سوريا للوصول إلى الحرية والاستقلال. فقال عدنان: في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف شهيدي. أما فكرة واجب الإنسان الدفاع عن أرض وطنه، وقد أكد الأدباء على وجوب دفاع الإنسان عن أرضه. من بين الأدباء الذين برزوا في تحريض الإنسان لحماية ثرى الوطن الشاعر عدنان مردنبيك الذي أظهر واجب كل إنسان شريف حر صون أرض وطنه والدفاع عنه بعيونه وروحه، مؤكدا على عزة الإنسان تكمن في دفاعه عن أرض آبائه وأجداده. فقال عدنان: ما كان بدعا والحما شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبودي. أما الشكوى من انقطاع الوصال بالمحبوبة، أظهر الأدباء شكواهم من انقطاع الوصال بمحبوبتهم، لعل من أبرز الأدباء الشاعر بدر الدين الحامد الذي اعتبر أن الحب المتسامي هو من أسمى المشاعر الإنسانية التي يحملها بين ضلوعه، مبينا شدة ألمه لفراقه عن من أحب، محملا المسؤولية كلها على الزمان القاسي الذي قطع حبال الوصال مع المحبوبة. فقال بدر الدين: حرام علينا أن ننال لبانة وهذا الزمان نكد صال وجال. أما التعلق والوفاء بالمحبوبة والرغبة بوصالها، كما أكد الأدباء على تعلقهم ووفائهم لمحبوبتهم، وكان من بينهم الشاعر بدر الدين الحامد الذي أظهر إخلاصه للمحبوبة التي عشقها وملكت روحه رغم ابتعاده عنها
ورغبته الشديدة في وصالها والبقاء بقربها. فقال بدر الدين الحامد: وذكراهم طي الحشاشة والهوى مقيم، وقلبي لا يود فصالا. أما فكر تصوير الفرح بلقاء المحبوب عندما يصفو الزمان، فقد صور الأدباء فرحهم بلقاء المحبوبة، ولعل من أبرزهم الشاعر بدر الدين الحامد الذي يحلم بوصال محبوبته بعد فراقها راجيا من الزمان أن يرضى عليه ويجود عليه بلقاء يعيد السعادة إلى فؤاده الذي افتقد للسعادة منذ فراقه المحبوبة. فقال بدر: لعل وصالا منهم بعد نأيهم يوافي المعنى لا عدمت وصالا. أما فكرة تعبير الأدباء عن أحزانهم لفقدان أحبتهم، عبر الأدباء عن أحزانهم على فقدان أحبتهم، ولعل من أبرزهم الشاعر نزار قباني الذي اكتوى قلبه على موت ابنه توفيق وهو في ريعان الشباب، فأخذ الشعر الوجداني ينساب من قلبه المملوء بالحزن والألم، فكانت قصيدته تعبيرا صادقا عن أب مفجوع مبينا عجز كلماته عن رثائه، وتجمد كل المفردات أمام هذا المصاب الجلل. فقال نزار قباني: مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات، ومقصوصة كجناح أبيك هي المفردات، فكيف يغني المغني وقد ملأ الدمع كل الدوات. أما تصوير صفات المرثي، صور الأدباء صفات المرثي على فقدان أحبتهم، ولعل من أبرزهم الشاعر نزار قباني الذي اكتوى قلبه على موت ابنه توفيق وهو في ريعان الشباب، فأخذ الشعر الوجداني ينساب من قلبه المملوء بالحزن والألم، فكانت قصيدته تعبيرا صادقا عن أب مفجوع مظهرا صفاته الجسدية والنفسية وجماله وطيبة قلبه وطوله الشامخ وبراءته، مبينا خوفه عليه من كيد من حوله. فقال نزار قباني: كان كيوسف حسنا، وكنت أخاف عليه من الذئب، كنت أخاف على شعره الذهبي الطويل. أما فكرة تمني الشاعر عودة المرثي بعد وفاته، وعلى الرغم من عظمة فاجعة الموت على أب اكتوى قلبه حزنا ولوعة على فقدان ابنه توفيق، إلا أنه كان يتلهف للقاء به من بعد موته، مظهرا شدة شوقه له ورغبته بلقائه، لأن حياته لا قيمة لها من بعده، مؤكدا على ضعفه أمام رثائه وذكر مناقبه. فقال نزار قباني: فيا قرة العين، كيف وجدت الحياة هناك؟ فهل ستفكر فينا قليلا وترجع في آخر الصيف حتى نراك؟ أتوفيق إني جبان أمام رثائك، فارحم أباك. أما دور المرأة كمصدر إلهام شعري، أظهر الأدباء دور المرأة كمصدر إلهام للأشعار، ولعل من أبرزهم الشاعر شفيق جبري. فقال جبري: إذا القوافي أبت يوما مطاوعتي، نحوت في خطرات الشعر منحاك. أما تصوير جمال المرأة، صور الأدباء جمال المرأة، ولعل من أبرزهم الشاعر شفيق جبري الذي عد المرأة سر الحياة الإنسانية وينبوع جمالها، فهي الجمال والفن والحياة في أسمى معانيها، فقد حملت للخلق من العواطف ما عجز الآخرون عن حمله، مظهرا شدة حسنها وتفوقه على جمال فصل الربيع بأزهاره الجميلة. فقال شفيق جبري: ليس الربيع وإن بشت أزاهره أحلى على العين من ريا مزاياك. أما السمو بالنفس عن الشكوى رغم المعاناة، أظهر الأدباء سمو أنفسهم عن الشكوى رغم معاناتهم الشديدة، ولعل من أبرزهم الشاعر بدوي الجبل الذي صور ألمه من الحب مما دفعه إلى البوح بما يجول في نفسه من مشاعر متوهجة تلهب قلبه، فينطلق في ذلك البوح الصافي من قلبه متوجها إلى ذاته، متعاليا عن كل الآلام وعن كل ما في الحياة من أجلها، فيقول بدوي الجبل: سما بحسنك عن شكواه تكرمة، وراح يسمو عن الدنيا بشكواه.
أما تصوير شدة ألمهم ومعاناتهم من تجارب الحب. صور الأدباء شدة ألمهم ومعاناتهم من تجارب الحب، ولعل من أبرزهم الشاعر خليل مطران الذي أظهر ألمه من الحب مما دفعه إلى البوح بما يجول في نفسه من مشاعر متوهجة تلهب قلبه، فينطلق في ذلك الحب الصافي من قلبه متجها إلى ذاته لتتفاعل ذاته المبدعة مع حبه، مبينا ما أصاب قلبه من حرقة الحب وحال جسده الضعيف من شدة الأمراض التي حلت به. فيقول مطران: قلب أصابته الصبابة والجوى وغلالة رثت من الأدواء. ويمكن أيضا على الطالب أن يقوم بوضع خاتمة مناسبة تتضمن ملخص ما ذكر من الأفكار التي كتبت على ورقة الامتحان، فيقول: ناقش وعالج الأدباء بكل صدق تلك الأفكار الأولى والثانية والثالثة، فكانوا مرارة تنير درب الشعوب على مر العصور. وبهذا الشكل يتم أيضا كتابة الموضوع الأدبي مدعما بالشواهد والتوسع في الفكرة كل على حدة. بذلك الأسلوب يمكن للطالب أن يكتب موضوعه الأدبي وينال الدرجة العالية بإذن الله، ونتمنياتي لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.